السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معانا من جديد في قناة آي سي تي. ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن جريد 6 ثيم 1 ليسون 1، وهيكون الليسون بعنوان Explore in Action، وده طبعا بيكون أول ليسون زي ما احنا متعودين في كل ثيم اللي هو متعرف فيه على مستكشف جديد. تعالوا نشوف الليسون بيتكلم عن إيه. قبل الاول ما نتكلم عن الليسون بيتكلم عن ايه، لازم ناخد سبوت لايت على ثيم 1 او نعرف ثيم 1 ايه هو اللي هنتعلم منه. essential question، سؤال مهم: how can we use ICT tools to help keep up with current developments؟ احنا ازاي بنستخدم الادوات الخاصه بالICT، وازاي هي بتقدر تساعدنا ان احنا نواكب التطورات اللي بتحصل في العصر. يعني طبعا في التكنولوجي في كل يوم تطورات جديدة، وعشان نقدر ان احنا نواكب او نقدر ان احنا نتعامل بشكل افضل مع التطورات دي، لازم يكون معانا تولز خاصة بالاي سي تي تكون جميلة جدا عشان نقدر نتعامل معها بشكل ايه، بشكل مثالي. In this theme you will learn how to deal with ICT. ICT طبعا اختصار Information and Communication Technology in order to cope with the latest technological development. طبعا احنا في الثيم ده هنقدر ان احنا نتعلم ان احنا ازاي نتعامل مع التولز او الاي سي تي بشكل عام، علشان نقدر ان احنا نتعامل مع التطورات التكنولوجيه اللي بتحصل في الوقت اللي احنا عايشين فيه حاليا. This includes identifying the operating system for devices such as mobile devices and PCs. كمان هنتعرف على أجهزة التشغيل الخاصة بالأجهزة زي مثلا الموبايل والبي سي. You will also design a website promoting an assistive technology project. وكمان هتتعلم ان انت تعمل ديزاين لموقع، والموقع ده يكون مثلا بيعمل دعاية لمنتج في التكنولوجيا مساعد. اوكي. What is the benefit of using ICT tools؟ ايه هي الفوائد اللي انت بتتعلمها من استخدام الادوات الخاصه بالاي سي تي؟ بتساعدك ازاي في حياتك؟ What can you do to help others to use them؟ وازاي انت بتقدر باستخدام الاي سي تي تولز ان انت تساعد غيرك ان هو يتعلم ازاي يستخدم التولز دي؟ اوكي. المستكشف اللي معانا النهارده هو مستر كارتيك ساوني. مستر كارتيك ساوني ده ناشيونال جيوغرافيك اكسبلورر، هو مستكشف في ناشيونال جيوغرافيك اند ا كمبيوتر اكسبيرت هو يوز تكنولوجي تو هيلب ا بيبل اوف ديترمينيشن. مستر كارتيك اصلا يعني هو عنده عدم القدره على ان هو يقدر يشوف، وهو مستكشف في ناشيونال جيوغرافيك، وكمان هو خبير بالكمبيوترات، ودايما كان بيستخدم التكنولوجيا علشان يساعد الناس اللي هم ذوي الهمم، الناس اللي هم ذوي الهمم اللي هم عندهم عدم القدره على السمع او عدم القدره على النظر. His studies focus on artificial intelligence and human computer interaction. كل الدراسات اللي عملها مستر كارتيك كانت بتركز على الذكاء الاصطناعي. يعني ايه الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي هو ان احنا نقدر نعمل برمجه لماشينز من خلال الكمبيوتر، على عشان الماشينز دي تقدر تحل لنا مشاكل وتتعامل زي ذكاء البشر بالظبط. علشان كده سموها artificial intelligence، عشان هي الذكاء الاصطناعي زي ذكاء البشر، بس ذكاء اصطناعي اللي احنا اللي بنقدر ان احنا نبرمج الماشينز دي علشان تساعدنا في الحياه وتحل لنا ايه، تحل لنا المشكلات. يبقى artificial intelligence بتعريف بسيط making machine think like human، زي مثلا الروبوت. احنا دلوقتي الروبوت ده يعتبر artificial intelligence، احنا دلوقتي بنستخدمه علشان مثلا ممكن يعمل cleaning، ممكن يعمل cooking، دلوقتي بنقدر نستخدمه مثلا في العمليات في المستشفى، ممكن مثلا كمان يستخدموه في الكومبانيز اللي هي بتصنع العربيات. فطبعا الروبوتس بقى بيعمل حاجات كتيره جدا، وبقى بيساعدنا وبيحل لنا مشكلات كتيره جدا بالذكاء الاصطناعي اللي عنده، اللي هو شبيه للذكاء الخاص بالبشر. ودي طبعا اكزامبلز على الارتفيشال انتليجنس.
زي مثلا روبوتكس اتكلمنا عليها من شويه، الفيشال ريكوجنيشن اللي هو ده موجود عندنا كلنا على الموبايلز، اللي هو بنقدر نستخدمه لما نكون مثلا الموبايل لوجد، فانت مثلا عايز تفتح الموبايل فهو بيبتدي يتعرف على بصمه الوش الخاصه بيك علشان ايه يفتح الموبايل. الشات بوتس لما بنخش مثلا على اي مثلا ويب سايت وعايزين مثلا نتكلم مع اي حد، فبيبتدي اللي هو الشات بوتس يبتدي ان هو يتكلم معانا وبيبقى زي البشر بالظبط، وكمان بيقدر يساعدنا ويجاوبنا على اسئله كتير. ديجيتال اسيستنت اللي هو المساعد الشخصي موجود عندنا على الموبايل، لما نكون مثلا محتاجين مثلا نسيرش على اي حاجه جاست ان احنا بس نتكلم بصوتنا فهو بيسمعنا ويقدر يقدم لنا معلومات كتير. يبقى الارتفيشال انتليجنس ده الذكاء الاصطناعي ده بقى حاجه مهمه جدا في حياتنا وبتساعدنا جدا جدا في حياتنا. Mr. Sawhney creates applications that provide access to visual content to the blind and visually impaired. Mr. Sawhney كمان مش بس ان هو بيساعد ال people of the dimension، بيساعدهم بشكل كبير جدا ان هو عامل لهم application. الابلكيشن ده بيقدر من خلاله الناس اللي هي ضعاف البصر او اللي عندهم عدم القدره على ان هم يشوفوا ان هم يوصلوا للمحتوى اللي ان هم يقدروا يقروا بكل سهوله. His application converts graphs into audio frequencies. يعني ايه؟ زي مثلا في محتوى هم بيحاولوا ان هم يقروه، المحتوى ده فيه جراف. جراف ده طبعا انت كشخص عادي عندك القدره ان انت تشوف، مثلا بيبقى فيه نسب او ارقام معينه. مثلا احنا لو بنعمل جراف او بنقارن بين الطلاب مثلا اللي بيحبوا اكتر ماده مثلا او اكتر سبجكت مثلا الساينس او الاي سي تي او الارابيك او السوشيال، فطبعا بتبقى فيه نسب ما بين الاولاد، مثلا ده مثلا بيحب الارابيك مثلا بنسبه، الطلاب دول بيحبوا الارابيك بنسبه 50%، دول بيحبوا مثلا الانجليش بنسبه مثلا 10%. فطبعا الناس اللي هي عندها ضعف في البصر وان هي مش بتقدر تشوف مش هيعرفوا يشوفوا كل ده. فطبعا مستر كارتيك ساوني من خلال الابلكيشن ده قدر ان هو يحول لهم الجراف ده اللي هم بدل ما هم يشوفوه ان هم يسمعوا النسب ما بين كل حاجه في الجراف ده بس ايه بالصوت. Allowing the listener to hear the difference in information in the graph. يبقى بدل ما هم مش عندهم القدرة ان هم يشوفوا الجراف ده ويعرفوا الفرق ما بين النسب اللي موجودة على الجراف، لا هو من خلال الابليكيشن حول لهم الموضوع ان هم يقدروا يسمعوا الفرق ما بين النسب اللي موجودة على الجراف دي. تعالوا كده اوريكم شكل مستر كارتيك وهو بيكلمنا عن الابليكيشن وان هو ازاي فعلا بيقدر يسمع كل حاجة او كل التكست اللي موجودة على السكرين بس في صورة ايه؟ في صورة اوديو. اوكي. Instructors, and more than that, often the questions that I have already been answered by other students, which makes it really, really convenient. So how I use Piazza is using a software. It's called a screen reader, and it reads out whatever is there on your monitor. So this person asks, any chance that the text version can post it? Post it. Hope it's not too ugly. Thanks so much. I was very fortunate that I had friends and teachers and the support from my school. I think that is one of the biggest reasons that I've been able to come here and come so far. زي ما شفتوا طبعا قد ايه هو ابلكيشن جميل جدا وبيحول الكلام لايه؟ لاوديو علشان يسهل عليهم كل المشكلات اللي هم بيقابلوها. اوكي. There are over 1 billion people of determination worldwide. In order for Mr. Sawhney to be able to help them, he co-founded iSTEM. او istemi.com. طبعا في اكتر من 1 بليون بيبل من ذوي الهمم في العالم كله، فعلشان مستر كارتيك ان هو يقدر ان هو يساعدهم عمل منصه اسمها istem. المنصه دي بتبقى provides software that changes digital text into a format that can be easily used by the blind and visually impaired. علشان يقدر يساعد كل الناس دي في كل العالم عمل منصه اسمها istem. istem ده بيبقى عليه السوفت وير اللي هو بيحول الكلام بدل ما هم ما عندهمش القدره ان هم يقروا الكلام ليه ايه؟ ليه اوديو. A person who can't read a text might upload the text to the istem website. الشخص اللي هو ما بيقدرش ان هو يقرا اللي هو البلايند او الفيجوال امبارد يبتدي ان هو يعمل ابلود للتكست للويب سايت اللي هو الايستم، والسوفت وير اللي موجوده على الموقع ده بيحول الفايل ده انتو ا وورد دوكيومنت.
A few minutes later, a person receives the converted document and listens to the text using screen reader which automatically reads a text aloud. يعني الشخص اللي هو عنده عدم القدرة على النظر أو في ضعف في البصر لما بيكون مثلا محتاج ان هو يقرأ حاجة فبيبتدي ان هو يدخل التكست ده على الويب سايت فالويب سايت ده بيحول التكست ده لملف على برنامج مايكروسوفت وورد وبيبتدي ان هو يحول له الكلام صوت مسموع علشان هو يقدر يسمع الكلام ده بكل سهولة من خلال طبعا السكرين ريدر. وكنت كلمتكم في جريد 5 على السكرين ريدر. تعالوا نشوف برضو نفتكر ايه هي السكرين ريدر. هي بتقدر تحول لي الكلام المكتوب اللي هو التكست لاوديو انا اقدر اسمعه. تعالوا نشوف. Hi, my name is Jason Holt. I'm with the Universal Access Department. Today we will be demonstrating a screen reader. With a screen reader, I as a blind person can navigate to a web page. And I don't use a mouse because I can't see where the mouse is pointing, but I can use a keyboard, and JAWS, the screen reader, will tell me where I am on the page and allow me to read various parts of the page. Okay, let's take a few minutes to actually see how JAWS works. Here we are at my main screen on my computer, and I want to browse the internet, so I will open up a browser. I'll press the Windows key. Menu, search box, edit, type text in the edit field, or press up or down arrow. And JAWS announced that I have a menu. Then I want to find my browser. My favorite browser is Firefox. JAWS 17.0, one of Internet Explorer submit, Word 2013 submit, Firefox submenu 406. Oh, Firefox, that's the one I want. So I'll press Enter. Enter, leaving menus, Firefox, Mozilla Firefox, start page, dash Mozilla Firefox, search clear. That opens the browser. Now I'll press Alt-D to put my cursor in the navigation bar. Alt-D, navigation, toolbar, search. Now let's go to our homepage, the community college's homepage. So I'll type SLCC. Edu. You notice that JAWS repeats to me each character as I type it. That way, if I make a mistake, I can hear it and I can backspace. السكرين ريدر هي متخصصة للبلايند بيبول علشان تحول التكست لإي أوديو علشان يقدروا ان هم يسمعوا الكلام بكل وضوح. ده طبعا شكل الويب سايت. لو كتبته على جوجل ايستم هيبقى طلع لكم ده شكل الويب سايت اهون. وكمان لما ندخل على الويب سايت من جوه هنلاقي ان هو ده الشكل الخاص بيه. The iSTEM platform also includes a mentorship and employment opportunities for people of determination. مش بس الموقع ده بيقدر ان هو لما الشخص اللي هو البلايند او الفيجوال امبيرد ان هو يدخل تكست يحوله له لاوديو، لا ده كمان بيوفر فرص للتوظيف للاشخاص اللي هم من ذوي الهمم. This is achieved by working with governments, technical universities and corporations supported by UNICEF with Microsoft and National Geographic Society among other partner organizations. وعلشان نقدر ان احنا نوفر فرص للعمل للاشخاص اللي هم من ذوي الهمم ده بيتحقق من خلال ان الموقع ده بيتعامل مع الحكومات وجامعات تكنولوجية ومؤسسات. وكمان ده كمان بيبقى اسهل اكتر بان احنا نوصل للخدمات من خلال ان احنا بنتلقي كل الخدمات دي من بالدعم من منظمه اليونيسف ومايكروسوفت وناشونال جيوغرافيك. وكمان في كمان منظمات مشتركه معاهم كمان اخرى. اوكي. People of determination can get help from volunteer mentors with writing resumes, preparing for job interviews and getting answers to career related questions. كمان الاشخاص اللي هم من ذوي الهمم يقدروا ان هم يتلقوا المساعده من مدربين. بيبقى فيه مدربين متطوعين بيشتركوا على الويب سايت ده وبيسجلوا ان هم يقدروا ان هم يساعدوا الاشخاص من ذوي الهمم ان هم يكتبوا لهم السي في اللي هو السيره الذاتيه بتاعتهم ويحضروهم للجوب انترفيوز اللي هي ايه خاصه بالعمل. اوكي. Egypt supports people of determination in many settings. وكمان مصر ساعدت الأشخاص اللي هي ذوي الهمم كتير أو في مجالات كتيرة جدا. To assist the visually impaired طه حسين library in the new bibliothek Alexandria. وعشان كمان تقدر تساعد الأشخاص اللي هم ضعاف البصر زي طه حسين في مكتبة طه حسين في اسكندرية في scanners with special software زي اللي وردتكم كده من شوية اللي هي بتقدر ان هي convert printed text into audio اللي هي بتحول التكست لاوديو زي كده السكرين ريدرز. scholarships and special opportunities
are offered to gifted individuals. وكمان بتقدم منح وفرص مميزة جدا للأفراد الموهوبين من ذوي الهمم as the miracle child الطفلة المعجزة رانيا صالح who is a talented computer programmer with down syndrome اللي هي الطفلة المعجزة اللي هي رانيا صالح دي كانت عندها متلازمة داون وهي من الأشخاص ذوي الهمم لكن كانت ماهرة جدا وكانت شاطرة جدا في برمجة الكمبيوتر in 2022 Egypt launched several initiatives to empower Egyptian people of determination وفي سنة 2022 مصر عملت مبادرات كتيرة جدا علشان تساعد المواطنين المصريين اللي هم من ذوي الهمم they guide organizations to integrate employees of determination in the work force and create job opportunities. كمان المبادرات دي اللي هي اطلقتها مصر كانت بتساعد الموظفين اللي هم من ذوي الهمم ان هم يشتغلوا وتوفر فرص شغل ليهم كتير. In addition, the Ministry of Manpower is developing programs that educate and train people of determination for the job market. وكمان في وزارة القوة العاملة اللي هي خاصة بالعمل كانت بتعمل برامج عشان تعلم الأشخاص اللي من ذوي الهمم ويتحاول ان هم يدربوهم ليه علشان يقدروا ان هم يشتغلوا في او تدخلهم سوق العمل. Using a mobile phone can be difficult for people with a hearing impairment. كمان ان احنا نستخدم الموبايل فون كان شيء صعب جدا على الناس اللي هم عندهم مشكلة في السمع. انا عايز اقول لكم كمان ان مستر كارتيك هوريك دلوقتي فيديو ليه كان رغم ان هو بلايند وان هو مش بيقدر يشوف لكن كان بيعمل ابلكيشنز كتير جدا وكمان على الموبايل ومن خلاله يقدر ان هو يتعامل مع الموبايل بكل سهولة. تعالوا برضو أوريكم الفيديو ده لازم تشوفوه قدر إن هو يصور بالموبايل عادي جدا. تعالوا شوفوا الفيديو. كارتيك ساهني آنکھوں سے دنیا کو دیکھ نہیں سکتے لیکن درشتی بادھت لوگوں کے جو کسی بھی لائن ڈائیگرام یا گراف کو میوزک کے ساتھ ایک آڈیو میں بدل دیتا ہے جب میں گیارویں اور بارویں میں تھا جب میں سائنس پڑھ رہا تھا تو ایک کلاس کے وقت کیلکولس کلاس کے وقت جو ٹیچر ہے انہوں نے بورڈ کے اوپر ایک کرو بنایا اور میں بہت فرسٹریٹڈ تھا کہ اب مجھے کیسے سمجھ میں آئے گا کہ کیا کرو بنایا ہے اور انٹرسٹ کو کمبائن کیا جائے 24 سال کے کارتک نے مائکروسافٹ کے ساتھ مل کر آرٹ آف انٹیلیجنس نام کا ایک کیمرہ ایپ بنایا جس کی مدد سے درشٹی بادھت لوگ کچھ سیکنڈ میں ان کے سامنے کھڑے ویکتی کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں So it says 52 year old man with black hair looking happy. So ان کی فوٹو لی وہ اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے وہ بتاتا ہے کہ زي ما شفتوا طبعا قد ايه الفيديو جميل جدا وان هو يقدر ان هو تيك افوتو من خلال الموبايل. كمان استخدام الموبايل صعب جدا على الناس اللي هم عندهم ضعف في السمع. However, there are applications that use speech-to-text technology to make communication by mobile phone easier. يعني مثلا الناس اللي هم عندهم مشكلة في النظر بيتحول لهم الكلام من التكست لأوديو. لا دول بقى العكس اللي عندهم مشكلة في السمع بيتحول لهم من أوديو صوت عشان هم مش بيقدروا يسمعوا to text. To make communication by mobile phone easier usually during calls. كمان خاصة وقت المكالمات. The hearing impaired person talks whereas the other person only listens. هو طبعا الشخص اللي هو عنده ضعف في السمع بيتكلم عادي جدا في الموبايل والشخص التاني بيقدر ان هو يسمعه بكل سهولة ان الشخص التاني اللي هو بيكلمه ما عندوش مشكلة في السمع. Now there are applications that use voice recognition technology to change speech to text in real time. دلوقتي بقى في applications حلوة جدا وجميلة جدا بتقدر ان هي تحول للشخص اللي هو عنده ضعف في السمع وبيتكلم في الموبايل ان هو يقدر يسمع الطرف الاخر بس في صورة تكست. طب تعالوا كده نفهم من خلال الفيديو ده. الفيديو ده بيكلمنا عن حد عنده ضعف في السمع وعنده مشكلة في البيت فعايز يكلم الشخص الفني اللي هو هيقدر ان هو يحل المشكلة دي. فالشخص اللي هو عنده ضعف في السمع ابتدى ان هو يتكلم في التليفون عادي من خلال الابليكيشن. فالشخص اللي عنده ضعف في السمع ده ابتدى ان هو يستقبل الكلام من الفني في الموبايل بس في صورة تكست. تعالوا نشوف الفيديو. Ali is hard of hearing. He's handling it quite well. But sometimes unexpected problems happen. His hearing loss prevents him from calling a plumber. Rather than letting himself get drowned, Ali opens the Roger Voice app.
He dials the nearest plumber and calls. Charles Plumbing, how can I help? Hi, I've got a leak in my sink. Can you come right away? Sure, what's your address? I'm at 1742 Evergreen Terrace, first floor. I can be there in 20 minutes. Ali is hard of hearing. He's handling it quite well. Roger Voice, making phone calls possible for... زي ما شفتوا طبعا هو قدر ان هو يتكلم بكل سهوله جدا ويستقبل الكلام من الشخص الاخر في صوره ايه؟ تكست. يبقى ذا تكست ابييرز وايل ذا بيرسون از توكينج. التكست بيظهر للشخص اللي هو عنده ضعف في السمع والشخص ايه؟ اثناء ما الشخص بيتكلم. If the hearing impaired person has a speech problems, he or she can type instead. حتى كمان لو الشخص اللي هو عنده ضعف في السمع عنده مشكله في الكلام ممكن كمان من خلال الابلكيشن بدل من ما هو يتكلم لا ممكن يعمل تايبنج في الايه في الموبايل عادي جدا. وكمان الطرف الاخر اللي هو بيسمع هيقدر يسمعه بكل سهوله. Text is delivered to the other person as a realistic speech. يعني مثلا الشخص اللي هو عنده مشكله في السمع لو عنده مشكله كمان في الكلام يقدر ان هو يعمل تايبنج للكلام. طب حد هيقول لي طب الشخص الثاني اللي هو بيكلمه في الموبايل هيوصل له الكلام ازاي؟ هيوصل له الكلام كأنه صوت بالظبط. As a realistic speech. One such application is called Roger Voice. الابلكيشن اللي بيحقق ده اللي بيقدر يساعد الأشخاص اللي هم عندهم ضعف في السمع اللي هو اسمه Roger Voice. Hearing impaired people can download and install the application on a smartphone, but the people who receive the calls don't need to install it. الأشخاص اللي هم عندهم مشكلة في السمع يقدروا يعملوا داونلود للأبلكيشن، لكن الأشخاص اللي هم بيكلموهم التانيين اللي هم ما عندهمش أي مشكلة في السمع ممكن ما يعملوش داونلود للإيه؟ الأبلكيشن ده. Not do they need to have a smartphone، لكن لازم يبقى عندهم بس smartphone. Roger Voice has been downloaded by over 50,000 people worldwide. طبعا أكتر من 50,000 شخص على مستوى العالم نزلوا الايه الابليكيشن ده. أتمنى أن أنتم تكونوا إن شاء الله فهمتوا الليسون، هو سهل جدا. وكمان الحاجات التكنولوجيا العظيمة اللي عملها مستر كارتيك. أشوفكم فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.